الزميل أدهم حبيب الله محرر الشؤون الرياضية، أهلا بك أدهم. أهلا، ونبدأ. هل وضعتنا في صورة الوضع في مباراة السنغال؟ نعم. وتونس تجرى الآن المباراة الأولى في دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، هذه المباراة التي تجمع منتخب تونس ومنتخب السنغال. حتى الآن يعني التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين. منتخب تونس هذا المنتخب طبعا الذي وصل إلى هذه المرحلة بأربع تعادلات، طبعا فاز بالمباراة الأخيرة بواقع ركلات الترجيح التي حسمت بطاقة التأهل، وهو ما يذكرنا هذا المنتخب بمنتخب إيطاليا عام 82، أيضا نفس السيناريو ثلاث تعادلات، وفي النهاية هذا المنتخب حصل على كأس العالم. وهناك العديد أيضا من المنتخبات التي لم تقدم أداء ونتائج، ولكن التعادلات وركلات الترجيح بالإضافة إلى الحظ ساهمت وساندت وساعدت المنتخبات بالوصول إلى النهائي وتحقيق أيضا اللقب. طبعا منتخب السنغال تقييم يعني لأداء المنتخب التونسي، منتخب التونسي يعني هو من يعني لم يقدم في هذه النسخة المستوى المطلوب منه حتى على مستوى الأداء ومستوى النتائج كما قلت، وهو المنتخب أيضا من بين المنتخبات المشاركة الذي حصل مرة واحدة على اللقب عندما أقيمت هذه البطولة في تونس. بالإضافة إلى ذلك المنتخب الوحيد الذي لم يحصل ولا مرة على كأس الأمم الإفريقية هو منتخب السنغال، رغم أن منتخب السنغال هذا المنتخب الجديد منذ عام 2002 وصل إلى كأس العالم وقدم نسخة ممتازة في اليابان، نذكر أنه وصل إلى ربع نهائي البطولة، ولكن يبحث هذا المنتخب مع مدربه سيسيه، هذا المدرب الذي لعب أيضا في السابق مع منتخب السنغال، واجه أيضا منتخب تونس يريد أيضا الارتقاء مع لاعبه المميز وأيضا الشهير لاعب ليفربول ساديو ماني، ولكن المهمة ليست سهلة على الفريقين باعتقادي، لربما نشاهد في النصف الأول أيضا الذهاب إلى ركلات الترجيح من أجل حسم المباراة، ولكن هذه الليلة الجزائر ونيجيريا والأنظار تتجه إلى الأنظار تتجه ليس فقط إلى مصر وما يحدث مع المنتخب الجزائري، أيضا إلى الجزائر والعاصمة، هناك ما يحدث أيضا عملية ما جرى شيرين في الأشهر السابقة من حراك شعبي وصل أيضا إلى المنتخب، هذه الروح وصلت إلى المنتخب إلى لاعبين المنتخب وأيضا اللاعبين حتى يعني حتى هذه اللحظة هناك مزيج ما بين السياسة والحراك الشعب وكرة القدم. حتى في أوروبا يعني رحبوا بأداء المنتخب والجرينتا، الجرينتا هي تعني الروح القتالية لهذا المنتخب من أجل العلم. نشاهد هذا التقرير طبعا الذي أعددناه قبل انطلاق مباراة نصف نهائي هذه الليلة، حيث سيلقى أيضا منتخب الجزائر منتخب نيجيريا. نشاهد. بانتظاركم يا أبطال، هكذا عنونت بعض الصحف الجزائرية صفحاتها قبل لقاء محاربي الصحراء منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. 40 مليون جزائري يقفون خلف منتخبهم، تشجيع ودعم من أجل كسب الذهب، حيث يطمح الجزائريون بلوغ المباراة النهائية رغم الظروف الاستثنائية، فتقمصهم ثوب البطل زاد من الضغط النفسي بالإضافة إلى معاناة بعض اللاعبين من الإصابة والشد العضلي، بينما أنهى يوسف العطال مشواره بالمسابقة، بالإضافة إلى سفيان فيغولي الذي يعاني هو الآخر إصابة في قدمه. إننا نسعى لتحقيق الهدف، نريد أن نكتب التاريخ أيضا، هؤلاء اللاعبون يريدون كتابة هذا التاريخ أيضا، لسنا بعيدين، نحن على بعد خطوتين لتحقيق اللقب، لكن خطوتين صعبتين للغاية بالنسبة لنا من أجل تحقيق هذا الإنجاز الضخم. سنبذل قصارى جهدنا ونحاول الفوز بهذا الكأس، لكن علينا أولا أن نفوز على نيجيريا. وما زالت روح الحراك الجزائري تعانق أغاني النسور الخضر، فقد استخدمت شعارات الحراك لدعم المنتخب كأغنية يتناح قاع، عبارة أطلقها أحد الشبان الجزائريين في 11 مارس أدار الماضي عقب إعلان الرئيس المستقيل بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة، لتتحول الأغنية الشعبية من يتناح قاع لنفرح قاع، والتي تعني نفوز عليهم جميعا ونفرح كلنا. الله في بالماضي، والله العظيم شرفتونا، رانا فما جماعة، راني رايح أنا سمانة جاية رايح لمصر، قالوا لي والله العظيم غير الشعب الجزائري فما يعني جنسية جزائرية افتخر بها، غير الدور فما المنتخب الجزائري غير افتخر بها. فبينما يحاول المنتخب الجزائري اقتناص اللقب، يقتنص التجار الفرصة لبيع قمصان اللاعبين رافعين شعار نشروهم قاع، أي نشتري كل القمصان التي زينت المحلات التجارية باللونين الأخضر والأبيض.
إذن أدهم غياب العطال وفيجولي، كيف من الممكن أن يؤثر هذه المرة؟ هذا المنتخب لا يرتبط بلاعب، هذا المنتخب يرتبط بمدرب، هذا المدرب الجميع يشيد بأداء جمال بالماضي، هذا المدرب الذي درب في قطر الآن هو سيد منتخب الجزائر، هو اللاعب المركزي، كيفية إدارته للمباريات هي من تؤثر على مثل هذه النوعية. ولكن السؤال طبعا الذي يسأل كيف سيصل المنتخب بعد أداء ربع نهائي، وكان هناك طبعا ضغط نفسي وأيضا وصول المنتخب إلى مباراة صعبة ضد ساحل العاج، هذا منتخب قوي. ولكن نقطة أخرى في عالم السياسة وهي التحام أو المقربة ما بين الجمهور المصري والجزائري، وهذا لم يكن في السنوات السابقة. صحيح. ونحن نعرف ما حدث في نصف نهائي البطولة السابقة، هذه المرة هناك تشجيع قوي من منتخب الجزائر ومنتخب أيضا جمهور منتخب مصر. نعم، إلى الملاعب الأوروبية رونالدو يجري تدريب طبعا بعد كل المعسكرات، بدأت المعسكرات التدريبية للأندية، ونشاهد طبعا عودة كريستيانو رونالدو إلى تورينو وانضمامه إلى تدريبات فريق يوفنتوس الإيطالي. استقبال طبعا كان جميل لكريستيانو رونالدو من قبل جماهير يوفنتوس الإيطالي، وأيضا وخضع أيضا للفحص الطبي، علما أن كريستيانو رونالدو يعني يعود بعد الإجازة الطويلة التي كانت للاعب، وأيضا مشاركته ضمن منتخب البرتغال. ولكن دعنا نضيف نقطة أخرى، أن مدربه ساراي التقى بكريستيانو رونالدو وطلب منه رونالدو أن يكون في هذا الموسم أن يلعب كرأس حربة وليس على طبعا على المراكز أو الأطراف. هذه المرة رونالدو يريد ليس فقط الفوز بلقب إيطاليا بطولة إيطاليا، إنما أيضا تحقيق اللقب الأوروبي مع فريق يوفنتوس الإيطالي. وإذا ما انتقلنا طبعا من يوفنتوس الإيطالي إلى إسبانيا، غريزمان الذي وصل هذه طبعاً العودة التي أثرت ضجة كبيرة. غريزمان احتل عناوين الصحف العالمية في الأيام الأخيرة، كان هناك انتقادات كبيرة من جمهور أتلتيكو مدريد التي طالبت بإزالة اللاعب أيضا من تاريخ النادي أتلتيكو مدريد بعد انتقاله إلى برشلونة. الصفقة التي حسمت ب 120 مليون يورو، هذه الصفقة التي حسمت مؤخرا بين الفريقين، هذا هو الشرط الجزائي. أيضا وصل إلى برشلونة من أجل إجراء الفحوصات الطبية. هناك العديد من الأسئلة التي تسأل، كيف يمكن لغريزمان أن يلعب مع وجود كل النجوم ميسي سواريز وكوتينيو وعدد كبير من اللاعبين في برشلونة؟ هذا اللاعب وهذا طبعا هو الجمع، هذا اللاعب يستطيع أن يلعب كجناح أيمن جناح أيسر، وأيضا كصانع ألعاب، وأيضا كرأس حربة. وهناك تراجع أيضا في أداء سواريز في السنة الأخيرة. هل سيتألق غريزمان برأيك؟ باعتقادي سيتألق. نعم، غريزمان هو قوة كبيرة بالنسبة لبرشلونة، علما أن هذا الفريق يعاني من دكة الاحتياط، وأيضا انضمام عدد من اللاعبين في المواسم الأخيرة لم ينجح في برشلونة. الذهاب على غريزمان وشخصية غريزمان البطولية، نعرف أن هذا اللاعب حاز مع منتخب بلاده على كأس العالم، استطاع أيضا تحقيق ألقاب مع أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى خبرته داخل الدوري الإسباني، هذا ما شجع فريق برشلونة إلى حسم هذه الصفقة. هذه الصفقة لربما حسمت أيضا منذ مارس أذار العام الماضي، علما أن اللاعب في نهاية الموسم يعني هو أعلن أنه يريد مغادرة أتلتيكو مدريد، لربما كان واضح أن ذهابه إلى برشلونة وطريقه إلى برشلونة كانت واضحة، انتظر الجميع حتى نفاذ هذا العقد الجزائي من أجل حسم هذه الصفقة. أشكرك جزيل الشكر الزميل أدهم حبيب الله محرر الشؤون الرياضية.